أمي يلا اجيت. يلا اجيت. قال السوق هون كتير عجقة، خلينا نستعجل مشان ما نتأخر. صباح الخير زاهر، أخيراً رجعت على البيت. بابا هون؟ أبوك يوسف بالدكان، وميرنا وخليل راحوا يحلوا قصة الوكالة عند المحامي. شو بدي فيهم أنا؟ ما سألتك عنهم، ما دخلني فيهم. قل لي أنت لوين عم تروح؟ ما بترجع للصبح؟ أمي أنا ماني ولد صغير. أنا أماك وبدي أعرف كل شيء. أنا رايح على الدكان. لا تروح بدون فطور، فوت فطار. مو جوعان. أكيد عم يفطر مطرح ما عم ينام. قولي لي شو صاير من الصبح؟ مستلمتيني؟ زاهر بدك تترك هالمرة بقى، هاي مو من مستوانا. تركيني أمي، تركيني. عيب، مو شايفتي صار بيطول أبو؟ تركيه بحاله بقى. زاهر استنانا رايحين معك. يلا يلا. خدي دبري حالك. طيب ماشي. انتبهوا ما تضيعوا بعضكم بالعجقة. شو نحن صغار شايفنا؟ يلا يلا الله يرزقكم. روحوا الله معكم. بالسلامة. بالليل ما عم تيجي تنام بالبيت، بس لا تنسى الشغل. عم أهلك لا تتعب حالك، لساك مريض، انتبه على صحتك. ها ماشي. شو عنده بي؟ الله الله، وكل اسطنبول بخدمته. وشو حلو الفرش مزوع والله. هذا غير العز والكرم، لك في عنده خدم، مو ناقصه شيء ابدا. مصاري كثير. مو كل شيء بالمصاري، خليكوا الرجال. المهم ما قصر باحترامه إلي. ذكرنا القط قام نط. اوه يا هلا بصهري. صباح الخير. صباح النور، خبرني كيف صرت اليوم؟ منيح، وانت؟ الحمد لله عم نرتب والله. شو صار؟ عملت الوكالة؟ لا، في مشكلة صغيرة مع المحامي، يمكن نعملها بكرة. ماشي لكان، كل تأخيرة وفي أخيرة. تفضل اشرب شاي. لا ما فيني، مريت سلم عليك. شبك مستعجل يا ابني؟ عود نشرب شاي. تأخرت على الشركة، غير مرة إن شاء الله. تأخذني بطريقك لكان؟ يلا. لوين رايح؟ عندي شغل. ماشي بخاطركم. هاي مو محسوبة ها، عيدة. ماشي بشوفكم، موفقين. شو اللي صاير؟ هلا بالك اركب. شباب شو عم يخططوا هدول؟ لا تحكي الظن بيقتلك. ها في شي مخبيينه عنا. شوف شغلك يلا. شو صار بمصاري مصطفى؟ إنا لك رح نعطيه. إمتى يعني؟ ليصير معي. ماشي.